السكور الكبير ده. الفرقتين كانوا الى حد كبير جود ديفنس. الزمالك كسب النهارده بالدفاع. بالدفاع. الزمالك كسب بالدفاع، لو تلاحظ حضرتك الترابات اللي عملها الزمالك والضغط اللي على الكوره واللعيب، ان النادي الاهلي ما كانتش متخيله ان الزمالك هتلعب بالشراسه دي، او كانوا متخيلين ان هم في ملعبهم وده درس مش النادي الاهلي، لكل لعيبه مصر، ان انت تلعب كل مباراه على انها بطوله، ما بتعملش ان انا عندي مخزون، انا كسبت الفرقه دي قبل كده مره واثنين وثلاثه واربعه او مكسبها، لا احنا واحنا بنلعب زمان خسرنا مباراه مره، كان الدكتور اسماعيل ماسك الفريق الزمالك خسر مباراه من الزقازيق، خسر الدوري، احنا ايام ما كان معانا الكابتن عادل عبد الفتاح خسرنا مباراه من الاولمبي، خسرنا الدوري، مع الاحترام للزقازيق والاولمبي طبعا لانهم كل الاحترام، لكن لان برضك اللعيب المصري دايما بيبص انا النهارده هلعب ماتش دوت مع فرق مع سين هيبقى كذا. الدليل على كلامي ايه؟ الاسبوع اللي فات مباراه اول ما بدات يوم الاحد الاهلي كسب هليوبلس 4 بونت. مظبوط. معقوله الاتحاد السكندري كسب الاتصالات اللي خسرانه 7 مباريات 3 بونت. الزمالك بالمحترف في ملعبه كسب سموحه 4 بونت، مع انه بدون محترف كان كسبان سموحه في اسكندريه 15 بونت. مظبوط. ده التفكير ده لازم يتغير. يا رب اتمنى ان نكون المدربين سامعيني واللعيبه سامعانا ان احنا لازم نفكر المباراه اللي جايه لازم كل مباراه تاخدها على انها بطوله، ما تاخدهاش على انها خطوه رايحه في حته تانيه.